أم بسملة الأول إيه؟ بشتغل قهوجية بقالي يجي 26 سنة. كان جوزي نجار في ورشة خراط خشب، وهو سرحان كده راح المنشار داخل في ايده، معرفش يشتغل تاني في الخشب. ناس حبايبنا شروا علينا نعمل شاي وقهوة، تعبت وهو توفى وسابني. قابلني يعني ناس حلوة كتير، عملوا معايا مواقف حلوة كتير، وقابلني ناس وحشة عملوا معايا وحش كتير، بس انا المهم ان انا جدعه وقفت على عيالي، وقفت كافحت واشتغلت. ساب لي 5 بنات، كانت اصغر واحده عندي مصوراها للحضانه، جوزتها عروسه وحام. الست اللي مش عايزه تشتغل تخلي بالها من نفسها وتخلي بالها من ولادها، وان جوزها متوفي توهب نفسها لعيال زي ما انا وهبت نفسي لعيال. نفسي في عمرة وبناشد الريس، عايزة صوتي يوصل له، يأني أمه يأني أخته، نفسي في العمرة يوصلني للعمرة بس.